رغم كل ما عانه العراق على مدار سنوات من التدخلات الإيرانية في شؤونه، إلا أن بغداد لا تزال تحتفظ بعلاقات تجارية واقتصادية ودبلوماسية مع طهران. إذا أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أن بلاده تسعى للعب دور متوازن وإيجابي من أجل صناعة السلام والتقدم في المنطقة. تأتي هذه التصريحات خلال لقائه مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي يزور بغداد لبحث العلاقات الثنائية مع كبار المسؤولين العراقيين. زنا مع جميع دول الجوار. بهذه الكلمات استقبل وزير الخارجية العراقي نظيره الإيراني جواد ظريف في بغداد، كلمات نابعة بحسب متابعين من رغبة حكومية حقيقية بالابتعاد عن سياسة المحاور التي انجرف العراق من خلالها لصالح الجانب الإيراني خلال فترة الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي. أنا أعتقد هناك دور مؤمل على العراق أن يلعب بوساطة من هذا النوع، ولكن ما هو ثمن هذه الوساطة على العراق وعلى الدول العربية أو على المجتمع الدولي؟ إيران ظريف يؤكد على أن زيارة الكاظمي إلى السعودية جزء من عدة التباحث لإيجاد حل للمنطقة، وأنا مع إيجاد حل للمنطقة غير مؤذي للمنطقة مع احترام سيادة هذه البلدان. ظريف الساعي لإقناع الجانب العراقي بتخفيف الإغلاق المفروض على المنافذ الحدودية مع بلاده التي تعاني اقتصادا متدهورا، يأمل بتفعيل اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين، سبب دفعه للقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، خصوصا وأن السجون العراقية تمتلئ بالموقوفين الإيرانيين وجلهم من مهربي المخدرات. على العراق أن يعود إلى الحاضنة العربية، والفرصة مؤاتية. المملكة العربية السعودية، مجلس التعاون الخليجي يطرح نفسه عونا ومساندا للعراق في هذه المرحلة. عملية الاستفادة من الجانب الاقتصادي وجوانب الطاقة والجوانب الأخرى لتعزيز الوضع العراقي هو هذا مهم جدا. وبحسب سياسيين سيمهد ظريف لزيارة مرتقبة للكاظمي إلى طهران ضمن جولة إقليمية يعتزم رئيس الوزراء العراقي القيام بها خلال الفترة المقبلة. عن طريق بغداد تسعى طهران للخروج من عنق الزجاجة الاقتصادية من خلال السعي لتخفيف القيود العراقية المفروضة على المعابر الحدودية المشتركة التي تسببت بخسارة إيران مليار دولار في غضون 3 أشهر نتيجة تراجع الصادرات الإيرانية إلى العراق. حيدر الأسد، سكاي نيوز عربية، بغداد. كما اجتمع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بوزير خارجية إيران جواد ظريف لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأكد الكاظمي أن العراق يسعى إلى تأكيد دوره المتوازن والإيجابي في صناعة السلام والتقدم في المنطقة بما ينعكس إيجابا على كل شعوبها. وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أكد خلال مؤتمر صحفي مع ظريف ضرورة إقامة علاقات متوازنة مع كل دول المنطقة انطلاقا من مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية. نريد علاقات متوازنة مع جميع دول الجوار، ومنطلقا من المصلحة العراقية والمصالح المشتركة وعدم التدخل في شؤون الداخلية. وفي الإطار الدولي أكدنا على ضرورة إبعاد المنطقة والعراق من التوترات الدولية وحماية السيادة العراقية. الآن ينضم إلينا من بغداد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد. هذه الزيارة هل كانت مجدولة في السابق أم أنها تم ترتيبها في اللحظات الأخيرة؟ لأن بعض وسائل الإعلام قالت بأنها جاءت في اللحظات الأخيرة قبل ذهاب السيد الكاظمي إلى الرياض. تحية وتقدير لكم، شكرا جزيلا. بالتأكيد الزيارة جاءت عبر تنسيق مشترك بين الدبلوماسيتين الخارجية العراقية والخارجية الإيرانية،
وهذه الزيارة جاءت لتؤكد عمق العلاقات التاريخية بين بغداد وطهران، فيما أيضا أكد معالي وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين على أن العراق ينتهج سياسة التوازن ويكرس أن يكون ملتقى للحوار المفضي إلى المزيد من الترتيبات والتنسيق والتواصل مع الأطراف كافة، فيما نعتقد أن العراق يكرس مع كل الأطراف علاقات متوازنة تستند إلى قاعدة مصالح وطنية عراقية نابعة من حاجة الشعب العراقي، نابعة من البرنامج الحكومي العراقي، بالإضافة إلى أننا نكرس لشراكات استراتيجية متعددة قوامها دوائر اقتصادية متنوعة من شأنها أن تعظم إيرادات العراق من جهة، وتعين العراق على تجاوز المحنة الاقتصادية التي ألقتها جائحة كورونا على مجمل اقتصادات العالم وانعكست على أسعار النفط. واضح، اسمح لي هنا، يعني صحف إعلامية لبنانية يعني موالية لطهران قالت بأن ظريف قد يحمل طلب وساطة من السيد الكاظمي قبل ذهابه إلى الرياض مع الرياض، هل كان هناك أي رسائل من هذا النوع حملها السيد ظريف إلى بغداد؟ دعنا حضرتك ننظر إلى المشهد بشكل الواقعية السياسية. طهران كما بغداد كما الرياض كما أي عاصمة تجاور العراق وتتواجد في هذا الإقليم الجيوسياسي الهام ضمن هيكل القوة العالمي، بغداد تنفعل وتتفاعل مع جملة المتغيرات على مستوى المنطقة والعالم، الأمن، الاقتصاد، تبادل المعلومات، الشراكة المتوازنة، كل هذه المسميات أصبحت تحمل معنى وظيفي عضوي ينفعل ويتفاعل وينعكس. بالتالي بغداد اليوم تكرس للشراكة مع الاقتصادات القريبة لا سيما اقتصادات دول الجوار، هذه الشراكة تعين دول المنطقة على تجاوز الركود الذي أفضت إليه جائحة كورونا، كذلك تخفف من حدة التوتر والانقسام بين بعض العواصم في هذا الإقليم الجيوسياسي الهام التي قد تشهد تقاطباً فيما بينها بين الحين والآخر. أن يكرس العراق لهذه الشراكة معنى ذلك أن العراق يمتد إلى عمقه العربي بنظرة جديدة، بنظرة تؤكد أن العراق ينتهج مبدأ احترام الدولة الوطنية، مبدأ الانفتاح على كل أشقائه وشركائه وأصدقائه، وكذلك يؤكد مكتسباته الوطنية ومصادر قوته التي تحققت. فما الضير في أن ينفتح العراق وأن يكون ملتقى لحوار يفضي إلى استقرار هذا الإقليم المهم؟ طيب هذا شيء جيد، اسمح لي الآن بهذا السؤال، طالما العراق مؤمن دولة الوطنية، عدم التدخل بالشؤون الداخلية، هناك في انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، السيد جواد ظريف التقى بالعديد من المسؤولين يعني من الرئيس إلى رئيس الوزراء إلى وزير الخارجية، لكن التقاؤه مع السيد فالح الفياض رئيس الحشد الشعبي في أي إطار توضع ضمن زيارة رسمية؟ لاحظ حضرتك، نحن في العراق نحن الذين نعرف مصادر قوتنا، يعني دعني أقول أنا ابن الدار أعرف ما بها وسواي ينظر من شقوق الباب. حينما يلتقي وزير خارجية دولة جارة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية العراقية مع قيادات الدولة العراقية رفيعة المستوى، ثم يلتقي برئاسة هيئة الحشد الشعبي، هيئة الحشد الشعبي هذه التي بذلت الغالي والنفيس والتي مثلت كل العراقيين بكل مكوناتهم وتلويناتهم، وواجهت عصابات التطرف والتكفير وأيديولوجية هذا التطرف والتكفير أيضا، كل ذلك يتم بالتنسيق وبالشراكة، كما أن الحوارات التي جرت بين معالي وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين ونظيره الإيراني شهدت أيضا مقتربات فيما قدمته الجمهورية الإسلامية الإيرانية للعراق من دعم في مواجهة هذه العصابات التكفيرية، وكيف وقف العراق ودرأ الخطر بالنيابة عن دول العالم. ففيما نعتقد هذا أمر طبيعي ويجري بالتنسيق مع وزارة الخارجية العراقية، بل ويكرس مبدأ الانفتاح والحوار مع كل مصادر القوة الوطنية العراقية. شكرا، شكرا جزيلا لضيفنا من بغداد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف.